لا تنسوا شغلة كتير مهمة، آخر يوم من رمضان، آخر يوم بين العصر والمغرب، يعتق الله رقاب عباده بعدد ما أعتق في رمضان كله، في كل يوم 70,000 عتيق لرمضان. فإذا كان آخر يوم في رمضان أعتق بعدد ما أعتق في رمضان، فاللهم اجعلنا من عتقائه، اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، واغفر لنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.